واللي بعدها السلام عليكم، وانا سميتي مصطفى البوناقي، سكنة في العروبية دوار رمهازي العنطر. الله يجازيكم بخير. كنت غادي ما بيا معليا تاع الضرورة تاع تنحس بقلبي تيسخاف وتضريت، واللي جيت عند الطبا ودوزت وداكشي وصيفطوني قاو عندي مرض القلب، وقال لي خصك دير عملية. وملي مشيت لعند مالي العملية قالوا لي 16 مليون، وبقيت ومعي واحد السيد بقيت ندير سميتو ليه، تنقصوا لي واحد شويه بقات لي 12 مليون ولا تاني. دوك هما قايدين لي في الورقه 6.5، وانا الغالب الله وما عنديش ام ولا وليدات، وحنا كنعيشوا 6 نفوس في الدار وساكنين هي في الباديه، والغالب الله راه الحاله ضعيفه وما كاينش الجفاف والمرض هذا والوقت، وراين الناس اللي كيتعاونوا معايا وتيمو عليا راه مده 10 شهور هذه جايه العام ما عمرني خدمت ما والو، مريض شادي الارض ونشرب الدواء، تعاونوني الناس هكا يشريو معايا الدواء يشريو ليا وداك الشيء. والغالب الله سيدي الله يجازيكم بخير، وتنطالب منكم ومن سيدنا ومن الناس الله يرحم الوالدين اللي بغيت يتعاون معايا، راه بغيت ندير هذه العمليه. الله يجازيكم بخير ويخلصكم الله، وراك طالب ليا 12 مليون الله يكثر خيركم الله يجازيكم بخير. موقفي مره تنخدم مره ما تنخدم والو، ايه برا في العربيه موقف ايه فلاح ما موقفي بحال كان اللي يخدم شي خضره اللي بيقلع شي زار شي حاجه هكا وصافي، المهم ما كاين ما يدار القضيه واقفه. وهذا المرض ما باقي خدمت فيهش من نهار دخلت كاع كورونا والضري الثاني ما باقيش خدمت، القضيه واقفه وفي 6 نفوس تنعيشوا في الدار، 4 الوليدات وانا وامهم هي 6. الله يجازيكم بخير. كنت كتعيش غير نهار بنهار. نهار بنهار والله يجازيك بخير، نهار تخدم ويومين لا ولا. وكل وقت كل نهار وكاين نهار ما تخدمش كاع شهر، بعض المرات انت ايه قاعد طاوير كابيك ما كاين ما يدار في الباديه وقلت الماء والجفاف ما كاين فاش تخدم والو، وحنا في اللحم ما كاين لا صنعاء لا والو لا بيع وشراء لا والو الغالب الله. والدريه الكبيره انا عندي دروك دخل في 20 سنه، والدريه الاخرى اللي زايده عليه عندها شي 16 عام، وواحد الدريه اخرى زايده عليها في عمرها غادي في 11 عام، وواحد الدريري في عمره 6 سنين. كاين الله ابن عمي القادية واقفة، وحنا ساكنين في البادية والعروبية، وكيلو تاع الدقيق لما يجي من الحانوت راه ما كاينش، الغالب لو هي اللي تعاونوا معانا الناس من النهار صافي كاع قعدنا ما كاينش من النهار قعدنا كملت القادية ما غالب الله. اي سالي ليا اليوم والله الا سالي يعني اليوم الاخر فيه راني باقي 4 الماركات مخرجي ليا 3 البوك تاع 2000 كل ماركة في شكل وقرعه ديال السيرو وسالاو ليا نيت اليوم، قلت لك راني قاعد اليوم نيت بلاد والله الغالب الله الله ما قاعد بلاد وتقاد ليا، وراه نشوف كيفاش ونتمنى من المحسنين الله يكرمهم الله يجازيهم بخير اللي بغى يشري ليا هادو اللي تعاون معايا الحاله شافوها وعرفوا كيفاش. الله يجازيكم بخير. رسالتي لجلالة الملك تنشكر سيدنا والله ينصرو والله يخلي لي ان شاء الله ما يتمنى، وكان نشكر هاد الناس تا هما وكنشكر هاد الناس التقنيين والناس اللي معاونين مع الناس والمحسنين والله يجازيهم بخير والله يكثر خيرهم ويوزع علينا هاد الوباء. الله يكثر خيركم.